طبعا الاكلات بتختلف بكل تاكيد، من وفي ثقافات كتيره جدا ليها اكلات معينه. حريصين ان احنا نكون ان احنا بنعرف حضراتكم على هذه الاكلات. في اكله يمنيه بقت مشهوره جدا هنا في مصر وفي معظم الدول العربيه وهي المندي. الله. المندي طبعا بكل تاكيد، يعني اللحم بيبقى بتاع المندي ده لحم مستوي، لحم دايب زي ما بنقول كده، مستوي اللي بيتم تسويته في افران طبعا في افران تحت الارض. الاكله دي اصبح ليها اقبال كبير جدا، خاصه وبقى في محلات شهيره موجوده في مصر متخصصه في تقديم المندي. We'll be right back.